السلام عليكم ومرحبا بقناة الطار. عندنا في معشبة شعيب اللي كاينه في باب ملاح، كاينين عندنا حنايا ثلاثة انواع تاع البخور مغربية 100%، وعندنا جوج بخور اخرى مستوردة، هذا بخور شرقي وهذا بخور غربي. كل واحد عنده ريحة مختلفة على الاخر، وهادو راه معروفين، هادو جاو لنا جاو البلاد. كاين هذا النوع، هذا تيقولوا ليه الطرو والسرغينة، هذا تيكون مخلط، فيه الطرو فيه سرغينة فيه الخزامة فيه الورد البلجي، تيكون مخلط هذا. وكاين هذا المعلق، كاين هذا المعلق الأحمر، هذا تيكون في الشجر. وكاين الكحل، هادو هما الانواع الاكثريه، ثلاثه الانواع هما اللي مطلوبين في هاد نهار 27 وليله 27 ولا ليله الناس كيقولوا، تيكون هاد البخور تي مطلوبين بزاف، تيتلقاوهم الناس مورا المغرب. هادو هما اللي تيكون عليهم اقبال بزاف. بالنسبه واش البخور واش كيجيو كيشريو المغاربه ولا حتى الاجانب؟ لا، الاجانب المغاربه هو راه نعطيك انت باش ماشي المغاربه ولا كلشي تيجي تقدا دابا، ولا تعرف معروف بان البخور تيطلق في الدار تيبقى عندك ديما ريحه زوينه، ديما تيبقى عندك الجو ملطاف، ديما تبقى عندك ما تيبقاش الخمول وهذاك الشيء تاع يعني. انت بائعين مثلا هذا البخور هذا باش كتكون عارف ان فاش يقرب 27 كتكثر الخدمه كتقولوا؟ لا، حنا فاش تتقرب 27 تنجيبو البخور تنزيدوه شويه كونتي تكثيره. حنا الحمد لله على طول السنه الناس تيجيو تيتقداو عندنا البخور نهار الجمعه في الاعياد، كاين اللي تكون عندهم المناسبات، شحال من حاجه تيجيو عندك يعني على طول السنه. غير في هذا نهار 27 تيجيو هاد البخور هادو اللي تيطلقوا فيهم الريحه بزاف. نعم، هما اللي تيخرجوا بزاف. يعني انت الا بغيتي تعرف البخور واش مزيان هو خصك تشعل فيه العافيه، ما كايناش شي طريقه اخرى تقلب بها البخور. واخا نعطيك نقاد لك دابا غير عشوب عادي نقاد لك فيهم الريحه وتشم الريحه، ولكن فاش نشعل العافيه اجي تشم ريحه الحرق، ما غاديش تشم ريحه حيت انت ما بغيتي تشري شي حاجه جرب واحد شويه هو الاول عند السيد في المحل عاد ديك الساعه تخوده. يعني حتى البخور فيه الاصلي فيه اللي فيه الاصلي وفيه كي تنقولوا حنا اللي ماشي اللي تيكون مخدوم. تيكون الثمن يعني كاين الفرق ما بين الاصلي وما بين دابا كاينين شي ناس الله يسمح لهم نفس تيبيع لك الثمن تاع اللي مخدوم بالثمن تاع الاصلي، ما كاينش باقي الفرق، حيت ما غاديش يقول لك هذا راه تيقول لك كل شيء بحال بحال. لا، حنا اصلا تنبازيو على المحل عندنا حيت ماشي بحال المحلات الاخرين، حنا عندنا لا مارك ديالنا، عندنا لو نون تاع الكوبيراتيف ديالنا، عندنا كل شيء نتاعنا حنا اللي تنقادو، حيت ما يمكنش نجيو نقادو لك شي حاجه ماشي اوريجينال ولا ماشي مزيانه ونعطيوها لك، حنا تنلعبوا على كاليتي بزاف، حيت عندنا هذا المحل، عندنا محل اخر كاين في جامع الفنا، محل اخر كاين في وسط السمارين، ماشي هذا المحل اللي عندنا. ممكن بحال دابا هذا راه مخلط، ولا بغينا نزيدوا عليه هذا ممكن، الا بغينا نزيدوا عليه هذا المعلق ممكن، نزيدوا عليه هذا المعلق الكحل ممكن، نزيدوا عليه واحد اربعه الحبات نتاع البخور الشرقي ممكن، الغربي ممكن، كاع بخور ماشي مشكل، حيت تيبقى في الاخر يعلق بالريحه المزيانه تبقى عندك في الدار. تقريبا شحال نقدروا نقولوا الثمن تاع هذا؟ 40 درهم للكيلو. هذا تيقول ليه الطرو صرغينه ديال 40 درهم للكيلو، هذا الاحمر المعلق اللي احمر ديال 25 درهم، والكحل ديال 20 درهم. اما بالنسبه لهادو، هادو دايرين بالغرام، هادو 2 درهم للغرام وهذا 3 درهم للغرام. مرحبا بكم في معشبة شعيب، اللي خاصينو شي بخور زوينين، اللي خاصينو الزيوت، اللي خاصينو السقيلات ديال الوجه، اللي خاصينو الخلطات نتاعو العشوب وهذاك الشيء، مرحبا به على الراس والعين، وعواشر مبروكه ورمضان مبارك سعيد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.